السلام عليكم، معاكم محمد غنام المخلول البترولي. دلوقتي احنا عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا، اللي هي موضوع الكمامات والكحول اللي منزله الجيش. انا لسه جاي من منفذ الجيش، بيقولوا ما فيش. يا جماعة احنا مش هنقعد نستغل بعض او نطلع في اشاعات. هو الجيش هيعمل اي نعم، الناس قالوا لسه ما جالهمش قرار انهم هينزلوها، وهم شافوا زينا زيهم. المنفذ بيقول ان شاف زينا زيكم، ان هتنزل امتى لسه ما جاتلناش، اللي عندهم هاند جيل بس. فيا جماعة الزحمة الغريبة اللي لقيتها قدام المجمع، والناس بيقولوا ممكن اخد قد ايه وكده، فبرضه ما فيش بلاش استغلال. يعني انا مش عارف الناس بتستغل في ايه. يعني انت يا استاذ يا صيدلي، ولا انت يا استاذ يا بتاع المعدات الطبية، لما تشتري الكمية وتكسب فيها وجات لك كورونا هتعالجها مثلا بالفلوس دي؟ يا معنى في ازمة، احنا في ازمة لازم نعديها على خير كده. فاضل على رمضان شهر، فضل رمضان شهر، خلينا بقى قاعدين بقى الشهر دوت حلوين مع بعض. ان شاء الله يعدي اسبوع كده باذن الله، ونسمع الكلام ونعمل الحظر ان شاء الله يعني قريب باذن الله، يعني على الكلام اللي بيقولوه على الفيس، ونقعد في بيوتنا اسبوع عشان نقطع السلسله دي. ما هي عامله زي النار، لما نقطع حته منها مش هتمسك في اللي بعدها. فيا ريت كده نلتزم ونقعد في البيوت، نعدي الاسبوع ده على خير عشان نتلم في رمضان زي ما قلت لك قبل كده. وبالنسبه يا ريت بس موضوع بقى ناشد يعني الجماعة القوات المسلحة يكتروا المنافذ ويعملوا عدد معين لكل مواطن عشان ما يحصلش سوق سودا والحاجات ديت. يا ريت الاستلام يبقى على البطاقة، ما فيش أي مشاكل زي التموين، وما فيش أي مشاكل، بدل ما الناس تستغل الموضوع دوت. أدام إحنا ما فيش فايدة فينا، مش عايزين نتعلم، حتى لو بقى لما جالنا مش عايزين نتعلم. في حاجة تانية برضو عايز أكلمكم فيها، موضوع المنظومة التعليمية. أدام أنت يا باشا قادر تعمل التعليم عن طريق عن بعد، وتعمل مواقع ونوصل ولي الأمر ياخد باله، ما عملتهاش من الأول ليه؟ هو لازم تحصل كارثة عشان نعملها؟ تاني حاجة، أنت لما عايزين نعملها عايز تعملها على طول كده، يعني الناس تفهمها في يوم وليلة، وكل مدرس يعمل كود ومش عارف إيه. طب ما أدام المنظومة دي ممكن تتعمل، في حاجات كتير ممكن تتظبط. أنتوا ظبطتوها في 12 ساعة يعني، ولا إحنا ما بنعرفش في مصر نشتغل غير في الأزمات؟ فيا ريت يا جماعه، يمكن الكورونا دي درس لينا ان في حاجات كتير ممكن نغيرها بسرعه، في حاجات ممكن نعملها بسرعه، في حاجات كويسه جوانا وحاجات وحشه احنا شفناها وسلبياتنا حل يعني نحسن من نفسنا فيها. رقم ثلاثة اللي عايز اتكلم فيه بقى موضوع الناس اللي نزلت في اسكندريه. بلاش بقى نصطاد في المايه العكره، وبلاش الشغل دوت، وبلاش شغل السياسه. احنا داخلين على وباء يعني ممكن نموت كلنا، استغفر الله العظيم يا رب. بس ان شاء الله مصر هتعدي منها، وباذن الله المساجد هتتفتح في رمضان باذن الله تعالى، وهنرجع نصلي كلنا مع بعض التراويح، ونتلم على السفره، ونخرج ونقعد على القهاوي، ونعمل اللي احنا عايزينه كله. بس بالله عليكوا عدولنا الاسبوع دوت. يا عم اعمل حظر على نفسك، مش لازم البلد تعمل حظر، اقعد في البيت مع عيالك. مش انت كان نفسك طول من زمان نفسي اقعد في وسط عيالي، نفسي اقعد مع مراتي، اهو اقعد معاها بقى يا عم، استحملها اسبوع واستحمل عيالك اسبوع. يلا ان شاء الله باذن الله نتقابل في رمضان باذن الله تعالى، وتعدي على خير ان شاء الله.